أطلقت شركة بيوفارم مجموعة جديدة من مستحضرات التجميل المحافظة على البشرة والمخصصة للمرأة الجزائرية، وتتمثل في 7 منتجات عالية الجودة بالوجه والجسم وبأسعار معقولة تتراوح بين 1900 دينار جزائري و 3000 دينار. كما أكد المختصون في أمراض الجلد وطب التجميل أن هناك طلب كبير على هذه المستحضرات. ميكروفون ليليا داود. C'est des produits qui sont fabriqués à partir d'ingrédients brevetés من أوروبا، ولهذا يعني اليوم لي بري تاعهم لأنهم مصنعين في الجزائر يعني سي دي بري اكسيسيبل بين 990 دينار و 3000 دينار. كاين 7 برودوي، كاين دي سيروم، دي كريم بور لو كور، دي كريم بور لي ما، يعني نقدروا نشوفوهم في الصيدليات الجزائريات. لي موتيف دو كونسلتاسيون في اون ديرماتولوجي près de 50% des patients viennent consulter pour des motifs esthétiques, soit imperfection, soit vieillissement. Et bien sûr, il y a quand même le reste de la pathologie. Et les produits de dermocosmétique peuvent être utilisés soit à titre préventif, soit accompagner certaines pathologies.